للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كراسنودار الأستاذ صدقي عثمان الباحث في الشؤون الروسية. أرحب بك أستاذ صدقي في البداية، وكيف رأيت الضربة الأوكرانية في العمق الروسي بصواريخ غريبة والحديث عن عقيدة نووية روسية؟ مساء الخير لكم لجميع المشاهدين. أكيد الرئيس بوتين اليوم تحدث في مؤتمر قمة عظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان عن استعمال صواريخ باريشنيك. تحدث الجميع البارحة عن تكسير كل أوكران استخدام لصواريخ التاكمس وحتى الصواريخ البريطانية والفرنسية، وتحدث الرئيس بوتين أن الاستهداف اللي حصل صباح اليوم بحوالي 90 صاروخ للبنية التحتية الأوكرانية وأكثر من 100 مسيرة هو كان الرد بشكل أو بآخر على الاستهدافات عم تتم عبر الصواريخ الامريكيه التاكمس تحديدا. وتحدث انه هذه الصواريخ اللي هي اريشني مثل ما تحدثي حضرتك انه لدينا القدره على انتاج اكثر عده اضعاف من الغرب، ويمكن استهداف مراكز صنع القرار. عادوا الصحفيين وسالوه، هذا التصريحات كان صباح اليوم قبل ساعه رجعوا سالوه عن امكانيه استهداف مراكز صنع القرار في اوكرانيا، وتحدث من كل شيء ممكن اليوم. فبالتالي التصعيد الروسي، وتحدث ايضا انه الرئيس بوتين انه التصعيد الروسي على جميع هذه الضربات الاوكرانيه تكون دائما جواب روسي على قدر رد الفعل تكون على قدر الفعل الاوكراني. هذا تصريح تحديدا من الرئيس بوتين دلالته انه لا يرغب حتى بعد تعديل العقيده النوويه على ما يبدو لا يرغب بالتصعيد اكثر من ذلك مع اوكرانيا في انتظار قدوم الاداره الامريكيه الجديده. الاداره الامريكيه الجديده دائما تتحدث عن عمليات السلام، فاي تصعيد نووي من نوعه سيكون جدا وجدا متهور اعتقد من الطرف الروسي. فالاستهدافات عبر الصواريخ الباليستيه او صواريخ اريشنيك هي قادره بشكل او باخر على ضرب اهداف جدا عميقه بالنسبه لاوكرانيا. حتى نواب مجلس البرلمان الاوكراني تحدث انه قد يكون استهداف اذا لمبنى البرلمان او مباني اداره اوكرانيه، غير استهدافات البنيه التحتيه اللي تضرت بسببها عدد كبير من محطات الكهرباء. مئات الاف اوكرانيين كانوا اليوم بدون تيار كهربائي، وبالتالي روسيا دائما ايضا الرد عبر ذلك ايضا على ارض المعركه. اذا تحدث عن انه جميع التقارير الغربيه تحدثت انه نعم الصواريخ الغربيه هي قادره على ازعاج روسيا او استهداف المنشات العسكريه الروسيه، لكن غير قادره على استهداف او تحقيق اي نصر استراتيجي على ارض المعركه او تغيير مسار. زيلينسكي ايضا تحدث بمقابله مع فوكس نيوز الامريكيه الاخيره انه هذه الاسلحه صحيح نحن حاليا عم نمتلكها قادرين على استهداف العمق الروسي، لكن لن تغير مجرى المعركه الاساسيه، لن نكون قادرين على اعاده حدود 1991 مثل ما كانت تصريحات اوكرانيه قبل سنتين كانت متفائله جدا بالعمليات العسكريه والمعارك على ارض المعركه او ارض المعركه عم تحدث عن ذلك. على سبيل المثال الاسبوع الاخير من نوفمبر كان تقدم القوات الروسيه حوالي 230 كيلومتر مربع فقط خلال الاسبوع الاخير. معدل التقدم القوات الروسيه في دونباس وتحديدا جبهه دونيتسك خلال شهر نوفمبر الذي لم ينتهي لا زلنا في حوالي 660 كيلومتر مربع. هذه التقدمات قد تبدو قليله، لكن على سبيل المثال تقدم كامل تقدم القوات الروسيه في عام 2023 كان 350 كيلومتر مربع، يعني معدل تقدم القوات الروسيه خلال شهر واحد شهر نوفمبر يعادل ضعفي تقدم كامل خلال العام 2023. وهذا التقدم هو ايضا عجبه كورسك اللي تحدث ايضا المسؤولين الروس على مدى عده اشهر لا يمكن ان تكون كورس داخل طاوله المفاوضات في الرئاسه في حال استلام الرئاسه الامريكيه الجديده. 60% من الاراضي اللي تقدمت عليها اوكرانيا في اب 2024 تم استعادها من القوات الروسيه، ولا زالت اوكرانيا تسيطر فقط على حوالي 500 كيلومتر مربع في كورس. والمتوقع بشكل او باخر انه هذه الكميه او هذا الحجم من سيطره القوات الاوكرانيه على الاراضي الروسيه تنتهي، بحيث انه لا يدخل تدخل معادله كورس او الاراضي التي هي تحت سيطره اوكرانيا في كورس في اي دائره مفاوضات. وماذا اذا عن يعني اختراق لتحذيرات روسيه، اختراق اوكراني لتحذيرات روسيه بصواريخ امريكيه الصنع؟ اكيد الطرف الاوكراني يعني سعيد بهذا الشيء، سعيد انه الاداره الامريكيه قدمت هذه الصواريخ وسعيد بتصعيد الموقف. القياده الاوكرانيه حاليا لا تملك اي شيء في العالم ممكن ان يساعدها غير تصعيد الموقف اكثر وجعل الصراع في اوكرانيا اكثر دوليه. الاوكران عارفين انه بايديهم او بالاسلحه المتواجده امامهم هم عاجزين عن ذلك، عارفين انه بالقانون التعبئه العامه الاوكراني اللي هو الحدود 25 عام غير قادرين على الصمود. زيلينسكي ايضا شاهدنا فقط ارشيف التصريحات المسؤولين الاوكران من زيلينسكي الى باقي المسؤولين الاوكران والاداره الاوكرانيه او حتى وزاره الدفاع كانت سقف الطموحات عالي جدا في عام 2022 او 2023 خصوصا بعد التقدم اللي حصل في خاركيف. حاليا سقف التوقعات
جدا منخفض، مع حصول على طائرات اف 16، مع حصول على صواريخ بعيده المدى اللي كانت عم تحلم فيها من عده اشهر، مع حصول على الاليات، لا تنسى الاليات والدبابات والمدرعات البريطانيه والالمانيه والامريكيه اللي حصلوا عليها في العام 2023، كل هذه الاسلحه تحصل عليها اوكرانيا ولا يوجد اي نتيجه او اي بوادر للعوده كما قالت القياده الاوكرانيه في العام 2022 عام 1991. فبالتالي هذه الاستهدافات او جعل الصراع اكثر دوليه او جعل اوكرانيا اكثر دور الضحيه عبر اي استهداف نووي او استهداف لمنشات الطاقه او اي استهدافات قد تصور. شكرا على هذه الفكره. اذا استاذ صدقي عثمان الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه، كنت معنا من كراسنودار، شكرا جزيلا لك.